السلام عليكم. الو يوتيوب. انا جبت العصايه دي مع البورد ده. البورد ده بالذات مع عصايه طويله زي دي. الفكره كلها ان كل بورد له تخصص. فده حاجه ده يعتبر زي لونج بورد ستاند اب بادل. وانا دلوقتي في الجيزة هوريكم الطريق. نزلاية حلوة جدا، مفيش احلى من كده. هنا وهناك وفي كل حتة، بس انا مش عارف اصور نفسي لاني معيش سيلفي ستيك، وفي نفس الوقت مش هينفع اصور وانا ماشي سايق العصاية دي والسكيت بورد وعمال بزق بايديا الاتنين. فلازم ترايبود بقى عشان يسجل لي اللي انا عايز افهمه لكم. اللي انا عايز اوريلكم امكانياته ايه يعني. السلام عليكم. احنا دلوقتي في الشيخ زايد، في حته يعني لسه ما اتسكنتش، بس الشارع ده نزلايه شكلها استاذ، مفيش بعد كده. انا برضو ماشي بالبورد اللي هو اللونج بورد، اللي هو اعرض واحد، ده اعرض واحد فيهم وكمان اخف واحد. العجل بتاعه مش مفيهوش جريب زي الاسود، بس لذيذ اوي في المشي. وبرضو العجل ده مخصوص بيطرد الزلط الصغير، فما بيحصلش ان وانا ماشي مثلا طوبة صغيرة توقفني. طيب هنرجع لكلامنا تاني. كان في واحد بس بيسأل البنك الاهلي فين، معنديش اي فكرة. عصاية وفي عربيات مش عارف اطلع السيلفي ستيك واحط الجو برو دلوقتي واصور الداون هيل. ده هيبقى داون هيل طويل اوي. السلام عليكم. عشان يبتدي يتعلم سكيت بورد بيبتدي في حته فلات الاول، حته فلات افضل اشرح له بيسكس بتاع ازاي الواحد يمشي ببورد. فازاي الواحد يمشي ببورد هي الفكره، فكرة ان الواحد يمشي بورد هو اصلا مش ماشي، هو اصلا واقف. فبنتدرب على ازاي الواحد يبقى واقف، وانا بسجل كل الحاجات دي من خلال الفيديوهات. طبعا بكتب، براجع اخطائي واشوف انا ايه اللي محتاجه اشرحه للناس، وهي اهم حاجات الواحد ياخد باله منها عشان يبتدي يفهم ازاي يركب البورد خطوة خطوة. لان هي متقسمة اجزاء، زي ما الطريق انا بقسمه اجزاء، التدريس برضو متجزأ. فالموضوع محتاج كلام ومحتاج اعداد وكده، فعشان كده في دايما شاي وفي وقفات ما بين السيشنز. ما بيبقاش سيشنز كله ورا بعض، في شرح وفي
وفي طرق مختلفة. يعني هو أول يوم بس يمكن يكون بيبقى ممل شوية لأن بتبقى في حتة فلات وبيبقى كله نظري وبيبقى اكتشافي كمان، لأن اللي داخل عليا جديد ده لسه مش عارف إذا كان هو جوفي ولا ريجولر. فجوفي جوفي يعني بيقف على البورد برجله اليمين قدام، ماشي؟ ريجولر يعني بيقف برجله الشمال قدام. دي بتفرق ما بين شخص من شخص لشخص التاني، يعني هي ملهاش دعوة بأيمن أو أشول ولا ليها دعوة بالكورة، هي ليها دعوة بسيكولوجية الرجلين ولا سيكولوجية الجسم يعني عامة. زي ما الواحد بيبتدي يختار يكتب باليمين ولا بالشمال، معظمنا بنختار اليمين. ليه؟ لان هي فيها واقعية اكتر، فالواقعية اكتر بالنسبة للبورد هي الريجولر، عشان كده اسمها ريجولر والتاني اسمها جوفي. الواقعية اكتر ليه بقى سموها ريجولر؟ عشان لو تلاحظوا الفراعنة كلهم واقفين رجلهم الشمال قدام، فدي ليها دعوة بايه؟ بالمخ اليمين. فالواحد لازم يكون ايه؟ فايق وشارب شاي ومتظبط وكل حاجة، مخ اليمين سليم، مش وقت ايماجينيشن، لان هو تركيبة كده يعني هحاول اشرحها اكتر في الفيديو اللي جاي. طيب دلوقتي انا كنت بس عايز ازود اقول ان انا الاختراع ده عظيم العصرية. دي بتعمل زي تأديف او اسمها ايه دي، بتاع مركب يعني زي المراكب، زق كده، زق يمين، زق مرة يمين ومرة شمال، فدي بتعمل يعني شغل في الجسم الفوقاني وتحتاني وبتاع، بتشغل العضلات كلها بتاعت الجسم يعني. بس المشكلة بقى ان انا مش هينفع اخد دي معايا وانا بسجل بالجو برو، لاني ما عنديش اي حاجة احطها على الهلمت، ولا ما عنديش حاجة، عنديش غير سيلفي ستيك. فهعمل ايه؟ همشي بالستيك الصغيرة. عشان كده انا كنت ابتديت بدي اصلا، انا ابتديت بالصغيرة دي، يعني فرق رهيب بين دي ودي. دي واصلة لحد هو ايه هنا، تانية فوق راسي، فاللي فوق راسي دي هتبقى صعبة ان انا بحتاج ايديا الاتنين عشان ازق بيها او اوزن بيها، انما دي بايد واحدة زي السيف. هي دي الفكرة يعني كلها كده كده كده. انا بظبط الجنب اللي انا مستريح له، اللي هي الرجل الشمال قدام والرجل اليمين ورا. انا بس باخد خطوة قدام، بظبط النص بتاعي ازاي، اعرف ان انا كده كده منزل. كده انا بشد عمود الفقري من ورا هنا في الحته دي، بزنقه زي ما انا كده زانق نفسي هنا، انا زانق الكتفين الاثنين وكمان بنزل، وزانق رجليا الاثنين وبنزل، فالظهر بيعمل زي عوجه كده اس كده، كاني بطرقع ظهري. فدي مش كويسه ان الواحد يعملها، ولازم يعملها من ناحيتين، مرة الرجل اليمين قدام ومرة الرجل الشمال قدام، عشان يظبط ظهره يعني. طبعا هو جديد، انا اول مرة انزل الطريق ده، فانا هحاول اخده على قد ما اقدر بالراحة، اكتر حاجة على قد ما اقدر. فمعنى كده ان انا اخده بالراحة، انا اخد كل حاجة
دياجونال كده دياجونال نقطة شمال مرة يمين أقصى حاجة هنا اليمين مليان طوب بس مش مشكلة دوست عليه اهو وعديت بتك على رجلي اللي ورا اكتر واخفف اللي قدامه عشان اللي قدام تعدي شوف كده الزلطة طارت جد شوية لان انا مش عارف ازاي انزل واشرح في نفس الوقت بس بتبقى لذيذة يعني الواحد يشرح وهو ماشي رب تكونوا سامعيني بس رب الصوت يكون شغال بس جاهزين انا جاهز نفسي جبت سبيد جامد قوي في اللفه اللي تحت دي بوتوم تيرن بتاعت ال يعني لو موجه بيبقى ليها بوتوم تيرن انا كده في البوتوم بروح نازل جامد اتك جامد اول ما الف لفه 360 جامد كده انا كده بطلت خلاص تقريبا وقفت يعني لو في اي حاجه جايه فين هو يعني يعدي براحته واكون انا اكون وقفت من زمان يعني فهي دي الفكره هي عربيه تانيه جايه لفت لفه طلعني توقفني وقفت خلاص من غير ولا زق ومن غير ما استعمل التيل اللي ورا دي اسمها التيل وده اسمه النوز بتاع البورد تيل يعني ديل نوز يعني مناخير هما بيسموها كده ليه ما بيسموهاش رير وفرونت ليه لان تحت ممكن يبقى رير وفوق يبقى فرونت عشان يبقى عشان يتسمى حاجة ستيبل يعني حتة ببيفت عليها زي بالظبط العصاية الطويلة العصاية الطويلة ببيفت هنا ببيفت هنا ببيفت هنا ببيفت هنا ولما تبتدي تسرع قوي اخد وايدر تيرنز وايدر تيرن صغير بعدين تيرن كبير بعدين تيرن كبير قوي بعدين ده خلاص ازاي الواحد يوقف وازاي الواحد لما تسرع منه يعمل ايه وكده ولما يلاقي ان هو مش عارف ياخد الانجل صح يطلع مره جايه من الشارع وياخدها صح ويبقى عنده كنترول اكتر احسن مما يعمل حادثه ويعور نفسه ويوقع كل الكلام ده
ممكن في اي وقت الاقي مفاجاه حلوه مع زلط كبير ده مليان رمل في كل حته ومليان زلط فانا ماشي في سبيد لذيذ حلو تمام في نفس الوقت الفوق خالص كتير يعني بس هي يعني عيبها بقى في طلوع تاني اضطر اطلع كل ده بس هي يعني من كتر ما هي ممتعة انا مستعد اطلع وانزل 200,000 مرة واللي هيجي يتمرن معايا هكون متفق مع راجل يقف تحت بالليموزين عربية فيها كل حاجة بص هنا في كروس سكشن رايح وبص على الطريق معايا في عربيه جايه كالعاده وهنا الناحيه الثانيه عربيه جايه تانية وانا على سكيت طريق دلوقتي هروح اقطع دراج هنا على طول عشان معايا عشان السبيد ما تزيدش معايا اني اروح لافف راوند هاوس دي اسمها راوند هاوس حتى ايه العصايه زي المبدول بس كده يمين كده شمال بتساعد قوي على البالانس بتساعد على البالانس زي اللي هو لو واحد ماشي على الحبل لو واحد ماشي على الحبل العصاية هتساعده جامد قوي احسن بكتير من واحد بيستعمل ايديه بس تعمل تريكس تمسكش عصاية طبعا انا بقى مش بتاع تريكس انا بتاع ايه نزلان في الروقان ده اسمه نزلان في الروقان وفي نفس الوقت بتتعلم حاجة جديدة الطول بتاعت العصاية السكيلز بتاعت ازاي تحركك بين صوابعك مثلا كل دي حاجات مفيده جدا للجسم عامه وبتريح الاعصاب وزي ما انتم شايفين كده العمليه كلها في كنترول في الكنترول مش تحت كنترول جوه الكنترول عربيه زادت دلوقتي انا هحاول اقطع حاجات كبيره بس المشكله ان الكبير ده في رمل شوف العصايه بتساعد في ايه انا ببقى عارف ايه انا هقدر ايه اللي هقدر اجيبه ايه اللي هيبقى مستحيل اطلع منه لسه الداون هيل شغال لسه نازل كل ده لسه نازل انا مش عارف بقالي كام دقيقه نازل يعني بجد المكان ده
انا عرفت ان انا مش هقدر اكمل لان الطريق حاول شمال وهي بالاحساس يعني. ما كانش فيه الرمل ده كنت ممكن اعملها. اعمل كده اروح نزل كده. في حاجات كده بتبقى واضحة. يلا انا هكمل برضو. مهم الواحد يقف يفكر وبعدين يكمل. هو بمزاجه يقرر. لما فيش البتاع هي اللي تركبها. مش سكيت بورد هو اللي يركب الرن. زي العربية بالظبط يعني السواق لازم هو اللي يسوق العربية مش العربية اللي تسوق. شوف ضيقة طبعا هتنفع كل حاجة تنفع بس قصدي يعني هتبقى خطر مش ممتعة لان بعدها على طول بعد القفلة برضو مش واسعة كفاية ان انا افرمل وزي ما قلنا الفرملة هي عبارة عن الواحد لما بياخد كيرف هو سكيت بورد كده ولا كده بيعمل كيرف ومفيش حاجه اسمها ستريت لاين في الكون مثلا مفيش حاجه اسمها خط مستقيم في الكون كله فاي خط باخده لازم اتخيل وراه على طول ما بعرف انا متجه الكيرف بتاعي رايح فين يمين ولا شمال ومش بس الكيرف ده واللي بعده واللي بعده واللي بعد بعده على قد ما اقدر طول ما انا ماشي انا عمال بريجستر Hey, check this out. It's a nice way to carry the board. Very easy. It's nice, huh? Board and the stick. And it's not bad actually. I don't feel much weight, you know, the arms are free, so there's no stress while you're walking uphill, especially when you're walking something this high, it's just sometimes too much on the arm, walking with a board hanging. دي فكرة أستاذة الواحد ازاي يمشي بالبورد لو عايز اطلع طريق طويل زي ده تاني كده انا مش عامل ستريس على ايديا وانا ماشي فكرة عظيمة الصراحة يعني فرقت جامد جدا ان الواحد يمشي بالبورد بالطريقه دي بصوا الطلعايه يعني يمكن مش باين قوي من هنا مش باين طبعا بس هي طالعه مش بطالة خالص لحد دلوقتي
بورد مش مضايقني خالص يعني، بالعكس انا حاسس بشويه وجع هنا، فا ايه غير بوزيشن بس كده خلاص. شوفكوا فوق انا مخلص الطريق، انا لسه قدامي الطلعه دي كمان. الطلعه دي فيها كيرف حلو قوي، هو كيرف لما بيبقى كده بتبقى حلو قوي، لما بتبقى ستريت زي ده كده ما بتبقاش لذيذة قوي، بتبقى عادية. هناك في نزلات، هنا في نزلة، هنا في نزلة، كل حتة في نزلات. انا اكتشفت طريقة جديدة ازاي اشيل بيها بورد وانا طالع، حط البورد كده، دي طريقة جديدة برضه. بتحط التوق في هي الفكرة كلها ان العصاية بتودي الـ center of gravity، بتوديه في حتت مختلفة، فوانا شايل البورد لما بكون شايله كده الـ center of gravity هنا، فده عامل تقل على ايدي، فبعد شوية ايدي بتتعب. انا لو عملت كده مش فاكر كنت عاملها ازاي. كانت كده كده باين، لا مش كده، يلا انا مش فاكر كنت عاملها ازاي، ما علينا، هي كانت كده كده، وبدخل العصايه من هنا. كده كل اللي انا محتاجه بس تحت باطي اقفلها يعني، او دراعي اقفله، كل اللي انا محتاجه بس ان دراعي اقفله زي كده. فهي العجلة لمسة الجاكيتة ورا، مفيش حاجة لمسة. انا كده عامل تقل على كتفي وموزعه على ورا على اخر العصايه الستيك، فكده بدل ما يبقى 90% على دراعي دلوقتي بقى 30% على كتفي و 70% على، ف 30% على كتفي زي الفل، احسن بكتير من 100% في ايد واحده. دي طريقه، و كان في طريقه تانية بس خلاص انا مش فاكرها دلوقتي. الطريقة الثانية، الطريقة الأولى كانت كده، حط بقى كده، الموضوع مش صعب أوي، بحطه من تحت كده، كأنها شماعة وحطيت ده كده عليها كده، وأقوم جايب ده كده بس. كده انا بقيت شايل البورد بطريقه زي ميزان الميه او زي الميزان يعني نفسه، لو حطيت بورد تاني ممكن اشيل عادي، بس هي دي حاجه بس ان هو ممكن ايه لو نسيت بقى ومشيت ممكن يقع، فلازم اكون دايما مركز ان الاتنين داخلين جوه وانا قافل عليهم بإيدي، فلازم ايديا الاتنين يبقوا فوق، أو ممكن أمشي بطريقة سلسة كويسة يبقى أفضل كده ماسك بإيد واحدة أو حتى مطول دي، وأحط دراعي كمان أريح دراعي بس، وأنا مريح دراعي طبعا أسهل بكتير، دراعك يتعب تروح منزله، دراعك يتعب وهو تحت تروح مطلعه تاني كده.
طبعا كده كنترول اكتر كده دراعي انا كده مفيش كنترول انا بقى دلوقتي عشان ديمونستريت العصاية الطويلة دي هروح مكان تاني وحط ترايبود وهتشوفوا بقى النازلة على اصولها بالعصاية في الفيديو الجاي Facebook me or you know just let me know just get in touch do what you need to do and let me know what you want to hear and we'll definitely take it from there right let's get to some news then shall we let's see what is happening in the world broadcasting live from the heart of Egypt on 104.2 FM online at nilefm.com and on the nilefm mobile app this is nilefm news The world in 60 seconds. Jay Cole, Global Trends. He's just dropped his first single of 2019 and it's called Middle Child. Chats about competition and touches on his feet with Drake. Not often President Trump backs down, but he has. He's in a rally with his big State of the Union address. Hello. على قمة في الشيخ زايد فأريكم برضو النازلة دي بالموبايل يمكن تفهموها أكتر لما تشوفوها بالموبايل عشان الجوبرو مش باين قوي طريقة ثالثة زي عشان بيها سكيت بورد كده بغير ما امشي بيه وهو مدلدل ورا عادة مصرية غريبة دايما عند اي حد حتى الناس بتعدي منها في الشارع بيبقى دايما في طوب كده كأنه ايه انذار للعربيات كأن العربيات بتبص للطوب الصغير ما بتبصش على الناس يعني دي حاجة كده انا لاحظتها ولما نظفت الشارع لاحظت برضو ان في طوب محطوط قصدي زي مثلا البلاعة اللي هناك دي كل الطوب اللي محطوط حواليها محطوط طوب قبلها وبعدها وفي كل حتة طيب دلوقتي هي دي النزلاية ماشي انا همشي بالموبايل سكيت عشان تشوفوا السرعة اللي انا ماشي بيها عليها الحتة دي بحاول اصور كويس على قد ما اقدر دلوقتي بالعصاية الصغيرة طبعا
ليه؟ لان اليمين اقوى، اليمين بيها اليمين بتحتاج فيها باور اكتر عشان تكارف، عشان تعمل دايره، عشان تعمل دايره سيرف سكيت، بس ده دي أحسن ماركة أمريكاني حاجة زي هارد منزلش كتير من النزلة، يعني بقعد اقطع كده عشان لو حصل هجمات عربية اقدر افلت. وطول ما انا ماشي ببص في عربية جاية ولا لا، في عربية جاية كده لا، في عربية جاية كده لا، عربية جاية كده. اخر مرة بصيت امتى؟ هي العصاية بتقول. انا بفكر نفسي بالعصاية، يعني انا بشاور الاول، بشاور اهو ببص بشاور، يعني هي في نفس الوقت إشارة وفي نفس الوقت بندول، بندول لأن هي بالبالانس، اللي هو أنت الـ point of gravity هناك، center of gravity هناك أهو، أو في حاجة تانية. طول ما أنا ماشي الخط الأصفر ده بشاور عليه، عديته بشاور عليه وأبص ورايا أهو، عديت الخط الأصفر بشاور عليه. ما فيش اي مشاكل، يعني ما فيهاش اي خطر خالص، يعني كل انا بعمله بس بسرع في الكيرف النازله اللي انا بستريح فيها. مثلا لما بعدي على رمل زي ده كده، رمل خفيف، الرمل الخفيف ده لازم اكون ماشي ستريت، لازم اكون ماشي كده ستريت. لو ماشي داخل في الرمل ده وانا داخل على عوجة، لازم العوجة تبقى على قد ما اقدر اخليها تبقى ستريت. لو عملتها زيادة قوي هروح انا طاير كده، والبورد هيروح لافف، هيروح بخمس، بخمس من ورا. لما بيخمس من ورا دي اسمها كارفينج، هو اسمه كارفر بورد، بيعملوا بيه الحركة دي. بس يعني في البداية دايما ما بتبتديش نكارف، لأن الكارفينج بيتعمل في حتت معينة بس. ما تبقاش من اول يوم، يعني
ولا تاني يوم ولا تالت يوم ولا رابع يوم. يعني هي المتعة بس مش في الكارفينج، المتعة في الرايد نفسها. الواحد لما بيركب على البورد بيحاول يفهم كل ال body stance، يعني position، يعني وقفة. يعني أنا واقف في stance دلوقتي، نزلت ركبي كده ده stance تاني، نزلت ركبي بس باصص كده ده stance تالت. كل الحاجات مع العصاية بتساعد أوي، خصوصا للشرح كمان. وتلقائيا الجسم بيفهمها، لأن تلقائيا الجسم بيفهم السينكرونايزيشن ما بين الإيدين والجسم والتوازن. عشان كده الواحد بيحسس في الضلمة، عشان دي ليها دعوة بالتوازن. وصلت السايت التاني. هنا الحتة دي فيها سلوب حلو قوي، في نفس الوقت امان، مفيش عربيات خالص زي ما انتوا شايفين كده. واحدة كل فين وفين. ادور على مكان للكاميرا عشان I'm not sure.